أخونا له قضية مطولة. بعض الشيء يقول: لقد أديت فريضة الحج في السابق وقد أحرمت من مطار أسمرة، وعند وصولي إلى مكة المكرمة رأيت الوقت متسعا فدخلت إلى جدة، وبعد دخولي إليها فسخت الإحرام، وبعد فسخ الإحرام سألت، قالوا بأن ميقات الإريتريين هو يلملم، وركبت سيارة وأنا ذاهب إليها وفي نصف الطريق قال السائق بأن البطاقة لا تكفي، فرجعت من منتصف الطريق وأحرمت من مدينة جدة، هل الحج صحيح أم لا؟ وأنا سألت في منى فقيل لي يجب عليك الفدية صيام 10 أيام أو إطعام 10 مساكين في الحرم المكي، وأنا اشتريت أرز ووزعته على مساكين الحرم، هل هذا العمل صحيح أم لا؟ قالوا يجب عليك، قالوا يجب عليك الفدية صيام 10 أيام أو إطعام 10 مساكين. أولا لما جاء إلى مكة من الأول هل أحرم؟ ثم إنه رفض الإحرام، وصل إلى جدة والوقت متسع وحينئذ خلع الإحرام، ثم سأل عن الميقات فقالوا لا بد أن تذهب إلى يلملم، ثم ذهب لكنه في نصف الطريق قيل له إن بطاقة الحج لا تكفي، فعاد إلى جدة وأحرم منها. خلع الإحرام لا يبطله إذا كان أحرم من الأول، نعم، يوم مر بالميقات أحرم، ثم لما وصل إلى مكة وجد عنده وقت واسع وذهب إلى جدة وخلع إحرامه بزعمه، فهذا لا يؤثر على الإحرام، الإحرام صحيح، إحرامه الأول صحيح، ونيته لرفضه لا تبطل الإحرام. ولكن ربما أن الذي أفتاه نظر إلى أنه فعل بعض محظورات الإحرام من لباس المخيط فأفتاه بفدية الأذى وهي فدية اللبس، إطعام 10، وليست إطعام 10 مساكين وإنما هي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هذه فدية الأذى واللبس، فهو مخير بين هذه الثلاثة، إما أن يذبح شاة ويوزعها على المساكين في الحرم، أو يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، أو يصوم 3 أيام في أي مكان. طيب. هذا عن لبسه للمخيط وهو محرم. وأما أنه رفض الإحرام وخلعه هذا لا يؤثر على صحة الإحرام وبقائه، الإحرام باق عليه. طيب. وحجه صحيح إن شاء الله. لكن عليه هذه الكفارة. طيب. وما دام أطعم 10 مساكين، نعم، فإنه أطعم الواجب وزيادة. الحمد لله. أي نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.